اخيرا وبعد طول انتظار جربت الاختراع اللي قالب الدنيا في مصر. بقالي اسبوع كده تقريبا مفيش حاجه بتظهر قدامي غير الطبق ده وهو الخرطوشه، ومطاعم بقى كتير جدا بدات تعمله بمسميات مختلفه، بس اللي اتعرف به هو الخرطوشه. فانا هسكت، لا طبعا. طلعت على غنيم واحد من اقدم مطاعم بورسعيد، لينا معاه اكتر من تجربه، منهم الحلو ومنهم ما كانش احسن حاجه، بس احنا النهارده جايين عشان خاطر حاجه واحده بس، وخصوصا انه اول مطعم يعملها في بورسعيد. المنيو بتاعه كبير جدا واصناف مختلفه، بس احنا جايين عشان خاطر حاجه واحده بس. مبدئيا هي بتبقى عباره عن عيش سوري متمرمخ في الزبده كده، جوه العيش بقى مكرونه سباكيتي مع عقل مع قلم كده متغرقه بالصلصه الحرشه بتاعتنا، فوقيهم بقى اما سجق او كفته او كبده. وبالنسبه بقى لسعرها، فالاختراع ده سعره 55 جنيه، وللعلم انا ما اعرفش ده اختراع من اخواتنا السوريين ولا لا. وعموما انا طلبت طبقين، واحد بالسجق وواحد بكفته داوود باشا، ما طلبتش كبده عشان ماليش فيها قوي. فتعالوا بقى نشوف اختراع ايه، نجيبه ولا نسيبه. بقى يا جدعان ندوق الحاجه اللي جبناها. الراجل كتر خيره عشان شافني بصور وكده، اداني باكت البطاطس دوت اللي انا اكلت نصه دوت، اداني الباكت دوت هو وعلبه الكولسلو ديت كده خارج التقييم. يعني نيجي نبدا اول حاجه اللي بتطلع بقى معانا. روحت ما عرفتش اصور بره عشان الجو كان حر قوي. اول واحده طلعت معانا هي السجق. بس مبدئيا ده عيش سوري كده معمول في الزبده، مش طعمه حلو قوي. اول حاجه السجق اهو، شايفينه وفي ايه؟ ده مباراه جميله قوي، هو حاطط كميه سجق كتير قوي، مش عارف عشان بقى التصوير ولا ايه. فانتوا لما تروحوا عرفوني. خد بقى المكرونه الاول ندوقها. ناخد بقى واحده عيش بمكرونه بسجق. يا جدعان اقسم بالله في كميه سجق رهيبه. بصوا كميه السجق اللي فيه في المكرونه. المكرونه عجنت شويه بس عشان انا اللي سبتها، شايفين؟ مش قادر اسيبها بجد. الحلو اللي فيها قوي اللي فيها طعم البيتي قوي، يعني قربت من طعم البيتي. الصلصه اللي محطوطه عجباني قوي. سلام بقى كده لو تطلب مثلا شويه صلصه زياده مع الاوردر تاخد تجربه في حته ثانيه. نيجي بقى اللي هي كفته داوود باشا. العيش لسه ماسك نفسه شويه هنا، مشبعه جدا على فكره، مليانه برضو كفته اهو زي ما انتم شايفين. ندوق كده ونقول بسم الله، مع بصل كده وشويه خضار. لا هي مش فيها كفته كتير، هي متدفسه كفته. بسم الله، حاطط خضار كده مع الكفته، بقدونس. كفته ولا سجق؟ انا كفته. في كده انا عندي صوابع كفته. انا اكلت لحد دلوقتي 3 5 7 8 11 14 كوره كفته، او 15 كمان 15. بصوا يا جدعان كمية الكفتة، كمية مش طبيعية، رهيب بجد يا جدعان الاختراع ده. ندوق كمان الكولسلو اللي الراجل بعته، عيب. من انواع الكولسلو اللي هي ميتها كتيرة شوية، عارفين الصوص بتاعه كتير شوية. ريحته حلو، بسم الله. اللي هو مسكر برضه شوية ده حلو. انا كواحد ما بحبش الكولسلو اصلا عجبني. البطاطس طبعا حلوه وملحمه وتوابلها تحفه. انا شايف ان هي وجبه مشبعه جدا، حجمها كبير قوي بالنسبه لسعرها، ومخدوم عليها كمان كويس قوي. فلو هي بتطلع كده ليكو او للناس سعرها 55 جنيه رهيبه. انا اكلت نص دي ونص دي وخلاص، مش قادر بجد اكمل. كفته فرمطه حلوه وطعمها حلو قوي. انا مش باكل اول 6 معالق مثلا او نصها والاقي تحت مفيش كفته، لا الكفته لسه تحت زي ما هي. والسجق ده كل معلقه حرفيا بتطلع بالبروتين، سواء سجق او كفته. ندوق كمان المخلل بتاعهم عشان ايه، عملنا التجربه كامله. حلو برضه، تحفه بجد، انصحكم قوي تجربوه، وسعره مناسب قوي. شوف بقى عشان انا كده مش هبطل اكل. جربوهم يا جدعان، جامدين قوي.